للمزيد ينضم إلينا من أم درمان هاتفيا مراسل القاهرة الإخبارية عثمان القندي. عثمان أهلا بك، لو تضعنا في آخر التحديثات الميدانية ماذا يحدث لديك في أم درمان وفي الخرطوم عموما؟ أهلا بك رعد، أنا بدأت جولة منذ ساعة ونصف، بدأت جولة نهارية في أهم المناطق المحيطة بشارع الوادي. شارع الوادي هو من أكبر الشوارع في مدينة أم درمان بل في السودان بصورة عامة، شارع يمتد من عمق أم درمان القديمة جنوبا وحتى ولاية نهر النيل شمالا. هذا الشارع يشهد حركة اليوم بالنسبة لاستقرار الأوضاع الأمنية. أم درمان على صعيد الميدان العسكري، أم درمان مستقرة منذ أول أمس، ليس هنالك أي معارك عسكرية في أم درمان، بالذات في المناطق التي كانت ملتهبة مثل منطقة الإذاعة والتلفزيون وكذلك المنطقة المحيطة بشارع العرضة ومنطقة جسر ود البشير. أم درمان تشهد هدوء، لكن في أم درمان فقط يوجد تحليق للطائرات في الجزء الجنوبي الغربي، الجنوب الغربي من أم درمان وكذلك الجزء الغربي، وأيضا تشهد حركة تحليق طائرات نشطة في الجزء المحاذي لنهر النيل، هو هذا الجزء الشرقي من أم درمان، وكذلك في الجزء الجنوبي الشرقي في المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي وكذلك منطقة القيادة العامة. هذا هو نشاط الطائرات في هذا الفضاء. حركة الطائرات نشطة أكثر بمنطقة غرب أم درمان. نسبة لما ورد في بيان الجيش أن هنالك رتلة من العربات المقاتلة خرجت من ولاية جنوب دارفور قبل 5 أيام، وقد تكون هذه العربات وصلت إلى مشارف مدينة أم درمان، أي منطقة أم درمان، لأن منطقة أم درمان هي تجاور في الحدود الغربية ولاية شمال دارفور وكذلك تجاور ولاية شمال كردفان. قد تكون هذا الرتل العسكري بدع في الوصول، ولكن القوات المسلحة قالت أنها تتعامل مع كل الأتلال العسكرية التي تأتي من هذه المنطقة وتقوم بضربها، ما يسهم في نقص عدد المركبات الداخلة إلى أم درمان كإمداد لميليشيا الدعم السريع وكذلك تشتيت هذه القوات. وعدد من القوات هذه رجعت من حيث أتت، حسب بيان الجيش عدد كبير من القوات رجعت إلى مناطق في غرب السودان. الوضع ميدانيا في شمال أم درمان وفي شرق أم درمان، منطقة كرري، هي منطقة كرري في أم درمان من أكثر المناطق التي تشهد هدوء تام، أوضاع أمنية مختلفة تماما، لأن هذه المنطقة بها منطقة والي سيدنا العسكرية. كل الأحياء المحيطة بمنطقة والي سيدنا العسكرية الحياة بها طبيعية جدا. طيب أخبرني عثمان بصفتك كنت في جولة وتحدثت عن جولة ميدانية جولة صباحية، نعم، وأن الحياة بدأت أو تعود بشكل طبيعي في أم درمان، لكن هل لديك معلومات عن المناطق الأخرى؟ يعني الخرطوم بحري، تحدث الجيش عن دحر للميليشيا في تلك المنطقة بعد مواجهات قبل يومين، كانت مواجهات عنيفة. هل هذه المنطقة الآن، منطقة الخرطوم بحري، يعني تشهد يعني اختفاء لهذه الميليشيا، أم أنهم قد ما زالوا متسللين ولديهم ارتكازات معينة هناك؟ منذ أول أمس ميليشيا الدعم السريع تحاول باستماتة الوصول إلى منطقة الخرطوم بحري العسكرية بذات منطقة صلاح الإشارة، لكن بكل حجم له، بكل حجم لهذه الميليشيا تم التعامل معها وتم ضربها، وآخر هجمات كانت لهم بالأمس وتم ضربها تماما. واحتفل الجيش في مغارة صلاح الإشارة في منطقة الخرطوم بحري العسكرية، احتفل وأظهر عدد من المركبات التي تم استلامها من الميليشيا، لكن حتى الآن هذه المنطقة تشهد اشتباكات وتشهد تنشيط من قبل القوات المسلحة. القوات المسلحة كسبت أراضي جديدة في منطقة الخرطوم بحري وسيطر على عدد من المساحات التي كان بها ميليشيا الدعم السريع التي بدأت تبحث عن منافذ لتخرج لأطراف الخرطوم بحري، وكذلك حتى في منطقة شرق النيل. هذه المنطقة التي بها منطقة شرق النيل تتبع أيضا اللغة الجغرافية لمنطقة بحري، هي منطقة جغرافية واحدة تقع في الجانب شرقي لنهر النيل وكذلك للنيل الأزرق، قلعة النيل الأزرق. هذه هنا توجد معارك عنيفة
في منطقة شرق النيل، بالذات في المنطقة المحيطة بمستشفى شرق النيل ومحطة 13، هي محطة مشهورة جدا. نعم في منطقة شرق النيل، هذه المنطقة تجري بها معارك وبها عدد من الأحياء السكنية، لذلك يجري الجيش صعوبة باستخدام سلاح الطيران حتى لا يضر بسبب الكثافة السكانية، كما يعلن الجيش في بياناته أيضا وكما تقول أنت من خلال مشاهداتك. عثمان الجندي مراسل القاهرة الإخبارية كنت معي من أم الدرمان، شكرا جزيلا لك.